بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول المرسلة سين باعين من الخرج. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز لي أن أخذ الزكاة وأنا غير مستحقة ولكن علي دين؟ هل يجوز أن أخذها وأسدد الدين الذي عليه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن المعلوم أن الزكاة لا تحل إلا لمصارفها الشرعية، وأولها الفقراء والمساكين، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأما من لم يكن من هذه الأصناف فإنه لا تحل له الزكاة. فإذا كانت السائلة غنية بمعنى أنها عندها ما يكفيها لسنتها من النفقة فإنها لا تحل لها الزكاة لأنها ليست فقيرة. وأما ما ذكرت من أن عليها دينا فهذا فيه تفصيل. إن كانت عاجزة عن سداد الدين وهي مطالبة به، حال عليها ومطالبة به ولا تقدر على تسديده، فلا مانع أن تأخذ من الزكاة بقدر ما تسدد به دينها فقط، لأنها تكون من الغارمين. لأن الغارم على قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره، فهي من الغارمين لنفسها في هذه الحالة، وتأخذ من الزكاة بقدر ما تسدد به دينها الذي لا تقدر على تسديده وهي مطالبة به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا أيضا: هل يكون كلامي مع صديقاتي أن لا يخبرهن بأني فرحة ومبسوطة وأقول الحمد لله إنني صمت الأيام الست من شوال وإنني بدأت أقوم الليل مع أني ولله الحمد ما صمت ولا قمت إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، هل يعتبر هذا من الرياء؟ الكلام عن أعمال الإنسان لا ينبغي إلا إذا دعت إلى هذا حاجة، كان تريد نصيحة أخواتها حثهن على صيام التطوع وقيام الليل فتخبر بذلك من أجل تشجيعهن وحثهن على فعل الخير ليقتدين بها فلا بأس بذلك. أما إذا كان القصد من ذلك أن تمدح نفسها بهذا العمل فإنه يكون من الرياء وربما يحبط عملها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: بالنسبة لصيام الاثنين والخميس، إذا صامهم الإنسان فهل يجب عليه أن يداوم أم لا؟ صيام الاثنين والخميس سنة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه كسائر السنن. ومن صام الاثنين والخميس فله من الأجر بقدر ما صام ولا يلزمه المداومة، لكن تستحب له، يستحب أن يداوم عليها لأنها خير، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا شك أن المداومة أفضل ولكنها لا تلزم. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع سوداني يقول: أخوكم في الله قمر صالح عبد الله، يقول: أنا إنسان محافظ على الصلوات ولله الحمد، ولكني أحيانا أغني في البرية وأستمع الغناء، فبماذا توجهونني أثابكم الله؟ نوجهك بأن تشتغل بذكر الله عز وجل وأن تستمع إلى القرآن الكريم
تقرأ القرآن إذا كنت تحسن القراءة أو تستمع للقرآن، واليوم ولله الحمد تيسر استماع القرآن بواسطة الأشرطة المسجلة للقراء وبواسطة وجود أجهزة التسجيل في السيارات في غيرها. فنوصيك بالاستماع للقرآن بدلا من استماع الغناء أو بدلا من الغناء، لأنه له ويأخذ عليك الوقت بدون فائدة أو بإثم، لأن استماع الغناء محرم، خصوصا الأغاني التي للمطربين والتي أصحابها آلات له موسيقى، هذه محرمة واستماعها حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: زوجتي لا تصلي، وحاولت فيها كثيرا حتى أنني أعطيتها فلوس فصلت أياما ثم تركتها، أفيدوني جزاكم الله خيرا الجزاء، ماذا أعمل؟ الواجب عليك أن تلزمها بالصلاة وأن لا تتركها، لأن الصلاة فريضة وتركها كفر، وهي زوجتك وأم أولادك، فلا يجوز أن تسكت عنها وتتركها وهي لا تصلي. فإما أن تلتزم بالصلاة وإما أن تفارقها، لأنه لا يحل لك أن تمسك امرأة تترك الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يتحدث عن نفسه فيقول: والدي لا يصلي أحيانا وكثيرا ما يستعين بالأولياء عندما يقوم، وعندما يقعد يقول: يا فلان يا فلان، كيف أعامله؟ انصحوني جزاكم الله خيرا. أول شيء عليك الإنكار عليه في الاستغاثة بالأولياء، لأن هذا شرك أكبر. حتى لو صلى ولو فعل ما فعل من الأعمال وهو يستغيث بالأولياء، فإن أعماله باطلة وصلاته لا تصح، لأن هذا شرك بالله عز وجل. الله تعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالواجب عليك أن تناصحه في ترك الاستغاثة بالصالحين ونداء الصالحين كلما قام وكلما قعد، إن هذا شرك أكبر. تبين له أن هذا شرك، وتبين له ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الشرك والمشركين، وما يلقاه المشرك من الجزاء والعقاب، نسأل الله العافية. عليك أن تذكره بذلك، وأن تقرأ عليه ما تيسر من الكتب التي تحذر من الشرك وتبين هذا الأمر وتوضحه له، ثم بعد ذلك تأمره بالصلاة إذا هداه الله وترك الاستغاثة بالصالحين، بعد ذلك تأمره بالصلاة والمحافظة عليها. الحاصل أن هذا الوالد يحتاج إلى دعوة، إلى دعوة صادقة وإلى صبر واحتساب، لعل الله أن يهديه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع، يقول: أخوكم في الله أشرف محمد محمد بدوي، مدرس مصري ويعمل في جازان، له سؤال طويل، ملخص هذا السؤال هو: هل هناك زكاة على الذهب المعد كحلية وزينة للمرأة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو منكم توضيح هذه المسائل. زكاة الذهب بعد بلوغه النصاب هو 85 جراما كما قال العلماء، هل تخرج الزكاة على الذهب كل الذي بلغ النصاب، أم يستثنى من النصاب وتخرج الزكاة بعد النصاب؟ الذهب الذي عند زوجتي هو لها، وبعضه مخصص لبناتي، هل يكون النصاب في الجميع أم يكون في كل واحدة على أحدة؟ ثم يقول: الذهب الذي عندنا يدخل في صناعة أشياء ليست من الذهب وهي على سبيل الزينة، هل نحسبها من في الوزن أم نستبعدها؟ وأخيرا، الذهب الذي عندنا اشتريناه على فترات متباعدة، وكيف نحسب له بلوغ الحول؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة في الحلي المعد للاستعمال من الذهب أو الفضة فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه معد للاستعمال، فيكون كالملابس والمساكن والمراكب التي تعد للاستعمال، لا زكاة فيه. وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه وإن كان معدا للاستعمال. فعلى كل حال، إخراج الزكاة عنها أحوط وأبرأ للذمة وخروجا من الخلاف. وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، وبالجنيهات 11 جنيه ونصف تقريبا، وبالغرامات 92 أو قريبا من ذلك. فإذا بلغ هذا المقدار فأكثر، فإنه تخرج زكاته كما ذكرنا من باب الاحتياط ومن باب إبراء الذمة، تخرج زكاته إذا بلغ هذا المقدار.
وحال عليه الحول تمام سنة من تملكه. وأما ما ذكرت من أن هذا الذهب موزع بين عدة نساء من بناتك فكل واحدة لها حكمها، فإذا بلغ مال كل واحدة نصابا وحال عليه الحول وأرادت أن تزكيه كما ذكرنا احتياطا وإبراء للذمة فهذا أطيب. أما إذا كان ما يخص كل واحدة أقل من النصاب فلا زكاة فيه. نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأشياء التي تخلط مع الذهب أو تكون زينة في الذهب شيخ صالح، يقول هل نستبعدها في الوزن أم كيف يكون؟ هذه لا تحتسب، لا تحتسب، استبعد ما خلط مع الذهب والفضة، وإنما يعتبر خالص الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، يعني يفصل هذا من هذا. نعم. وإذا كان الذهب مشترى على فترات كما يقول شيخ صالح، كل ما تم له حول من اشترائه فإنه يزكى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المجتمع أحمد عبد الرحمن عبد الله من المنطقة الشرقية يسأل ويقول: في الأذان يؤذن المؤذن تكبيرتان في المرة الأولى والبعض الآخر يؤذن 4 تكبيرات، أيهما الصحيح جزاكم الله خيرا؟ الراجح والصحيح 4 تكبيرات في أول الأذان، لأن هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أذان بلال رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرجح وأتم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس إذا قرأ في الصلاة في صلاة الصبح مثلا وحده فإنه لا يقرأ جهرا، فكيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ الجهر مستحب ليس بواجب، فإذا جهر فهو أفضل، وإذا قرأ سرا فهذا جائز، إلا إن كان إماما فإنه يجهر من أجل إسماع المأمومين، يجهر من أجل إسماع المأمومين، هذا أفضل وآكد. نعم جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عصام صلاح إبراهيم مصري ومقيم في الرياض، يقول: ذهبت لأحد الأطباء فقام بتركيب تلبيسة من الذهب لبعض الأسنان، مع العلم بأن أسناني والحمد لله سليمة، وذلك فقط للتبع والتفاخر، وأنا ندمت على ذلك لأن البعض يقول إن هذا حرام، فماذا علي أن أفعل؟ انصحوني جزاكم الله خيرا. رباط الأسنان بالذهب يجوز عند الحاجة، فإذا كان الطبيب فعل هذا لأن أسنانك محتاجة لهذا فلا بأس، أما إن كان من باب الزينة والأسنان سليمة ولا تحتاج إليه فإن هذا لا يجوز كما قال لك هذا الأخ. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في البلدة بعد الانتهاء من كل صلاة يقوم أحد الإخوة المصلين أو الإمام نفسه بقراءة آية الكرسي، وبعدها يقول: سبحان الله 33 والحمد لله والله أكبر كذلك، وبعد ذلك يقول بعض الأدعية ونحن نؤمن وراءه، مع العلم أن ذلك كله جهرا، فهل ذلك وارد؟ أرجو النصح والإرشاد جزاكم الله خيرا. التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100، هذا مستحب أدبار الصلوات، وكذلك قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات مستحبة، ولكن هذه الصفة التي ذكرها السائل مبتدعة، وهي صفة القراءة الجماعية أو الذكر الجماعي، الإمام يدعو وهم يؤمنون أو يأتي بهذه الأذكار وهم يتابعونه كالتلقين، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، الواجب ترك هذا العمل، وأن كل واحد يذكر الله في نفسه، يذكر الله لنفسه منفردا عن الآخرين وبدون رفع صوت. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دعا أحدهم مؤمن الباقون على دعاء الشيخ صالح ما هو التوجيه؟ يدبر الصلاة والتزام، هذا مبتدع لا يجوز، وإنما يدعو منفردا عن الآخرين. طيب. هذه عادات وتقاليد توارثوها من غير دليل ومن غير فقه، الواجب ترك هذه العادات المخالفة للمشروع والتمشي على الوجه المشروع، وإذا أشكل شيء فليسأل أهل العلم المحققين المتبعين للسنة ويؤخذ بأقوالهم، أما العادات والتقاليد فهذه إذا كانت مخالفة للشريعة فإنها تكون مؤثمة لا أجر فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أترضى أيها المسلم أن تأتي بأعمال يردها الله عليك ولا يتقبلها، فيكون عليك التعب والإثم كل ذلك بسبب اتباع العادات والتقاليد المخالفة للشرع؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في معظم المساجد التي توجد في البلدة أضرحة لبعض أولياء الله الصالحين، وأشاهد بعض الإخوان يتمسحون بها ويطوفون أيضا حولها ويقولون: مدد يا سيدي فلان. فهل الصلاة في هذه المساجد صحيحة، مع العلم بأن هذه الأضرحة في مقدمة هذه المساجد أي بجوار الإمام؟ هذه الأضرحة أوثان تعبد من دون الله كأوثان الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون على القبور وحذر من ذلك أشد التحذير. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا عليه الصلاة والسلام. قال هذا في آخر حياته وهو يعالج سكرات الموت كما روت عائشة رضي الله عنها. كل ذلك من أجل تحذير الأمة عن هذه الأضرحة وهذه الأوثان التي أضلت كثيرا من الناس والعياذ بالله. وهذه المساجد المبنية عليها يجب هدمها ولا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. أما الاستغاثة بها فهذا شرك أكبر صريح لا إشكال فيه. الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وكذلك التمسح بها طلبا للبركة هذا أيضا إذا كان المتمسح يعتقد حصول البركة من هذا القبر فهذا شرك أكبر، وإن كان يظن أن هذا القبر أن هذا التمسح سبب للبركة من الله سبب لنيل البركة من الله فهذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة محرمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رغم خطورة هذا الأمر شيخ صالح ورغم كثرة العلماء في كثير من بلدان المسلمين إلا أنه لا زال موجودا ولا زالت الرسائل تصل إلى هذا البرنامج تباعا كلها تشكو هذا الوضع، هل من كلمة شيخ صالح؟ هذا وضع خطير وهذا واقع مؤلم. هذه الأضرحة هذه أضلت كثيرا من الأمة وأفسدت عقائدها، والواجب على العلماء أن يتكلموا وأن ينكروا وأن يسعوا عند ولاة الأمور لإزالة هذه الأوثان وتطهير بلاد المسلمين منها، لأن أكثر الناس عوام، فإذا رأوا العلماء ساكتين ورأوا هذه الأضرحة تقام في بلادهم ظنوا أنها من الدين وأنها مشروعة. الواجب على أهل العلم بما حملهم الله من أمانة العلم أن يبينوا للناس وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإلا فما فائدة العلم؟ إنما يكون حجة عليهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ووظيفة العلماء الدعوة إلى الله والبيان، تحذير من الشرك ومحاربة البدع والخرافات والعمل على إصلاح عقائد المسلمين، هذه وظيفتهم وهذه مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.